بعد مجزرة الغوطتين التي قام بها النظام بحق المدنيين والتي راح ضحيتها أكثر من 1500 شهيد، وبسبب قلة وعي المواطنين وعدم إدراكهم لخطورة المواد الكيميائية، عملت النقاط الطبية في الغوطة الشرقية وعلى رأسها مجموعة إنقاذ روح الطبية على توزيع منشورات تنبه السكان إلى خطورة المواد الكيميائية وكيفية الحماية منها قدر الإمكان. حتى جهلة بالنسبة للموضوع الكيميائي. هلا نحن شو كان فينا نساعد بالنسبة للناس؟ كان فينا نساعد إنه عم نحاول ننشر أوراق أو ننشر بيانات للتوعية العامة، بمساعدة مع أصدقاء المساجد، بمساعدة مع الجهات المدنية والجهات المحلية. عم نحاول نقوم بإجراء بعض الكمامات أو بعض الأساليب البسيطة التي بتقن الكيماوي. وبسبب قلة الأقنعة الواقية وانعدامها في بعض النقاط، فإن المراكز الطبية عملت على صنع أقنعة واقية من مواد بسيطة وبدائية علها تساعد الأهالي في حماية أنفسهم من غازات النظام. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شايفين نحن نقوم بتصنيع بعض الكمامات من أدوات بسيطة جدا هي للتخفيف من إصابات الكيماوي. مثل ما شايف إنه انضرب علينا كيماوي من فترة من يومين ثلاثة، وهذا نحن بإذن الله يعني قد ما كان عم نقدر نخفف على العالم ونصنع كمامات، وبعد ما كل العالم خذتنا نحن ما نقدر نسوي شيء غير هيك، يعني قادرين نسوي هذا. الحمد لله رب العالمين على كل حال. يقول الأطباء هنا أنهم يعانون نقصا كبيرا في الأدوية والأجهزة التي يحتاجها المصاب بالمواد الكيماوية، كما يطالبون جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية بحماية الأهالي من بطش النظام وتوفير المواد اللازمة لمعالجة المصابين بهذه المواد الكيماوية. يعني خلال المجزرة الأخيرة تم استهلاك فوق 25,000 إبرة أمبولة أتروبين، استهلاك أسطوانات أكسجين كميات كبيرة، أجهزة إزاز مولدة أكسجين، كمامات كان تأثيرها خفيف أو استعمالها خفيف بسبب جهل وعدم توعية الناس. نحن منطالب كل الجهات الداعمة وكل الجهات اللي حابة تدعم أو حابة توصل أي مساعدة للشعب السوري إنه توفرنا هاي المواد، تأمن هاي المواد. نحن عم نعرف بأي ساعة غضب النظام، لهيك نحتاج مساعدة كل الجميع. بعد أن كانت عاصمة الياسمين أصبحت الآن عاصمة السالم، هكذا يقول المدنيون. يواصل المكتب الطبي العادل في الغوطة الشرقية أعماله في نشر توعية هي عبارة عن منشورات وأقنعة واقية ربما تقيهم من سموم النظام. لأورينت نيوز، هذه النشر، ريف دمشق.